من جانبه دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى ضرورة خلق آفاق جديدة وتنسيق مشترك للتحالف الدولي ضد داعش لوضع استراتيجيات لمحاربة التنظيم الإرهابي. وحذر الشيخ صباح الخالد الصباح في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الكويت من أن المجتمع الدولي لا يزال يواجه تهديدا مباشرا من الجماعات الإرهابية المسلحة رغم التطورات الإيجابية والنتائج الملحوظة على أرض الواقع. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن التحالف الدولي نجح في دحر داعش في 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي. أجدد الترحيب بكم في دولة الكويت متطلعا إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة نستكمل بها النجاحات التي حققها هذا التحالف وصولا لإيجاد آلية واستراتيجية دولية يمكن الاستعانة بها وتطبيقها على أرض الواقع حماية وصونا للمجتمع الدولي من آفتي التطرف والإرهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.